طب على المستوى الانساني، وده اخر سؤال، كلمنا عن باسم سمره، احنا ما نعرفش عنه كتير من الناحيه الانسانيه. انا متزوج وعندي بنتين وأعول. عندي فرح وهند. اه بناتي، بنت عندها 10 وبنت عندها 6. مراتك مش من الوسط الفني؟ لا مراتي مش من الوسط الفني. احسن صدقني. مش عشان حاجه، بس عامه يعني هي هتفرح بيكي جدا، تحبك عامه. والله في انسان عليها. وبحب الخيل جدا، وانا برضو بحب الاسره. عايش والدتي ووالدي وكلنا في بيت عيله واخويا. الله، حلو ده. وعندي مزرعه خيل بنروح نتفسح فيها وبنلعب. بناتك بيركبوا خيل؟ مش بتخاف؟ يعني الخيف ما حتى لو وقعت لازم تركبيها تاني، والا هي اللي تخاف. اصل انا بخاف جدا. بس بنبقى عاملين الاحتياطات، وفي المدرب معاها وكده، فبالتالي بنخليها على الله يعني. لا، ربنا يخليهم لك يا رب. بحب الهرم جدا برضو، بحب الصحراء انا عامه. بتعمل سفاري وكده يعني؟ احنا جاي في الهرم، انا من السمان يعني، ساكن جنب الهرم. فبالتالي دي الحاجات المبهجه ليا في الحياه والله. طب مشروعاتك بقى ايه؟ عندك فيلم المفروض احنا وش